منصور غلط. فريد يا ابني فريد. انا متاكد يا ماما فريد، اكيد في حاجه غلط. بكره في بالي ان شاء الله. خلي بالك من والدتك واخواتك. مش قلت لك اننا مش قده؟ هو مين؟ عزت. ايه دخل عزت في كده؟ رفدوك من شغلك ولفقوا قضية لوالدك ولسه مش عايز تصدق. من حقهم انهم يرفضوني، لان اول 3 اشهر الموظف بيكون تحت الاختبار وعرضة انهم يستغنوا عنه. قضية والدي غلطة في حسابات المخزن، بكرة تبان وتظهر براءته. طب يلا روح عشان تطمن والدتك واخواتك. روحي انت، انا هتمشى شويه وبعدين اوصل للمحامي. الترمال راح شبرا منين يا ولا؟ يا اخي قول نومك ثواب كتكنيل انت وهو، وانت زي البغل بغل انت وهو. الحقوني العالم التراب الجاكيته العصايه. بنتنفذ دلوقتي يا فندم. مش عايز اي غلط المره الجايه. اتفضل. حاضر. هنا السيد عبد الحميد يا فندم. هي دي؟ ايوه يا سعاده البيه. ربنا ينتقم منك يا مفتريه. في ايه يا حضره الضابط؟ يا خرابي كمان بتستعبطي؟ مش عارفه اعمل ايه يا بيه. انتي اخدتي اللي واقفه جنبك دي لشقه الجماعه عزاب؟ انا عمري ما شفتها. يا لهوي يا لهوي، وكمان بتكدبي؟ منك يا مجرمه. اسكتي انت خالص. اسكت ازاي يا سعاده البيه؟ اذا كانت هي اللي ضحكت عليا وخدعتني. قالت تعالي معايا انزل واحده صاحبتي وهنمشي على طول. ولما رحت هناك اتحججت انها تنزل تعمل تليفون وترجع بسرعه. اتريها اتريها يا سعاده البيه، كانت بتبيعني اللي في الشقه. والله
فيه ابدا. انا عمري ما شفتها في حياتي. دي بتكذب. انت متهمه بالتحريض على الدعاره. مش ممكن. انا ما اعرفهاش. ما اعرفهاش. طب انده للواد اللي كان في الشقه. انا نزلت من البيت رحت الجامعه واختي موصلاني بنفسها وحضرت كل المحاضرات حتى اساله زمايلي. تعرف البنت دي؟ ايه اللي اعرفها؟ ما هي دي اللي جابت لي البال ولحد البيت. جالك كلام يا سعاده البيه؟ حتى ده كمان عمري ما اعرفه ولا شفته. دلوقتي عمرك ما تعرفيني ولا شفتيني؟ شاطره بس تصحيني من النوم وتقولي لي جايبه لك هديه؟ هي دي بقى الهديه؟ شوفي يا بت، بدل التمثيل اللي بتمثليه ده اعترفي احسن وخلصيني. اعترف بايه؟ انا ما اعرفش حاجه. اعرفه بلاش افوضى. اختي بريئه وحضرتك والاساتذه عارفين قد ايه سمعتنا كويسه. ما تحاوليش يا بنتي تقنعيني ببرائتها لان القضيه مش في ايدي، انا عميد كليه وبس. وانا يعني اذا كنت بعتلك فده علشان تعرفي ان مستقبلها في خطر اذا القضيه ثبتت عليها. طبعا يعني في الحاله دي الكليه هتفصلها ومستقبلها هيضيع. صدقت بقى اننا مش قده؟ حنان لازم نفكر بهدوء. نفكر في ايه تاني؟ رفدوك من شغلك وانت مظنون، والدك في السجن وهو مظنون، واختي مستقبلها هيضيع وهي مظلومه. هو ده عزت اللي انت ما تعرفوش، وهو ده جبروت اللي مالوش حدود. ارحمي نفسك. طيب ارحمني انت وسيبني في حالي، وكفايه اللي جرالك وجراي. اللي جرالي مش مهم لاني بحبك. لسه هتتكلم تاني عن الحب؟ مش قلت لك ان خلاص ملوش وجود في حياتنا؟ الحب عمره ما يموت، المهم الصبر والامل. يا ريتك سمعت كلامي وصدقتني لما قلت لك ان طريقي غير طريقك. كنت وفرت عليا وعليك مشوار طويل ملوش نهايه. ان شاء الله جاي تتكلم في الشبكه والمهر ولا في ميعاد الجواز؟ لا انا في الحقيقه لقيتك بتدور عليا وعمال بتبعت لي مراسيل واحد ورا الثاني، قلت اجنب نفسي خصوصا وانا كمان عايزك في موضوع عظيم. عظيم ما كفايه كده؟ ها بس سيبنا في حالنا. يا ابني انا طول عمري في حالي ما بتعرضش لحد ابدا. كل اللي بنقاسيه النهارده بسببك. يا انا قوي للدرجه دي؟ ما كنتش اعرف. صدقني صدقني انت لما اقول لك انك مهما افتريت مش هتكون اقوى من ربنا. في ناس كتير قبل منك افتروا بس راحوا اتداسوا بالرجلين. كلمة زيادة لا. الكرسي اللي انت قاعد عليه ده مش هيدوم. فكر في يوم القيامة. قيامة؟ ده اليوم اللي هنقف فيه كلنا من غير كراسي. ومن غير محاسيب. شو بقى؟ أنا صايع قوي وموريش أي حاجة.